قبل ساعات من بدء الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس في العاصمة الروسية موسكو لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ومحاولة حل الأزمة بينهما، أعلنت تركيا فجأة عن موافقتها على شروط بشار الأسد بالانسحاب من الأراضي السورية، لكن بشرط وحيد. فما القصة؟ أعلنت تركيا موافقتها على شرط الأسد بالانسحاب من الأراضي السورية، ولكن في المقابل سينفذ بشار الأسد مطلباً وحيداً. فما هو؟ بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو على قناة CNN التركية، فإن أنقرة لن تنسحب من سوريا قبل أن يصبح النظام قادراً على إحياء وتنفيذ اتفاقية أضنة. فما تفاصيل تلك الاتفاقية؟ في العام 1998 وقعت أنقرة مع حكومة الأسد اتفاقية في مدينة أضنة التركية، ومنحت تلك الاتفاقية الحق للقوات التركية بالتواغل بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية في حال تعرضها لتهديدات مصدرها العمق السوري. وأنقذ توقيع الأسد الأب لهذه الاتفاقية وتقديم هذا التنازل سوريا من هجوم تركي في ذلك العام على خلفية هجمات نفذها الحزب الكردستاني ضد الجيش التركي، عندما كان زعيم الحزب يقيم في دمشق قبل إجباره على المغادرة تطبيقا لبنود تلك الاتفاقية. وبحسب وزير الخارجية التركية، فإنه لا يمكن اشتراط انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية في الخطوات الأولى من تطبيع العلاقات بين البلدين وفقا لأورينت. وأكد أغلو على أن تركيا من أكثر الدول الداعمة لوحدة الأراضي، وأن قضية سوريا لها أهمية كبرى بالنسبة لأنقرة. وحول النازحين السوريين، أكد أغلو أنه يجب التعاون مع نظام الأسد في قضايا عدة، من بينها العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية ومكافحة المنظمات المشبوهة. وعن العمليات العسكرية التركية في سوريا، أكد أغلو أن بلاده ستستمر في مكافحة الخارجين عن القانون، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى لن تتمكن من حمايتهم. ورأى وزير الخارجية التركي أن الولايات المتحدة ستسعى لتأسيس حزام في الشمال السوري يهدف لنقل النفط المستخرج من شمال شرق البلاد إلى البحر ومن هناك إلى الأسواق العالمية. وخلال الاجتماع الرباعي الذي عقد يوم أمس في العاصمة الروسية موسكو، أصر وزير خارجية سوريا فيصل المقداد على مطالب النظام السوري السابقة، وهي حث تركيا على سحب قواتها من سوريا، مؤكداً على أن الهدف الأساسي بالنسبة لدمشق هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، في إشارة إلى التواجد التركي في سوريا وفقاً لموقع سوريا تي في.